الآن في حي الجبيلة، في أحد حارات حي الجبيلة. الحي منكوب بالكامل، كما ترون حجم الدمار غير طبيعي. هذا النظام الآن يستهدف أحياء مدينة دير الزور بكافة أنواع الأسلحة، لا يستثني منها أي شيء. ها هي الآن محلات ودكاكين المدنيين مدمرة بالكامل، والبنايات كلها مدمرة بالكامل. الله أكبر. كما نريكم وليس كما تريكم قنوات هذا النظام، ولكن أريد أن أريكم ما حل اليوم بمسجد. هذا المسجد في حي الجبيلة، في قلب حي الجبيلة. هذا المسجد هو مسجد الفردوس، الآن مدمر بالكامل، تم تدميره بشكل كامل نهائيا. لماذا؟ على مرأى من العالم أجمع. انظروا إلى ما حل بهذا المسجد. لماذا؟ تم قصفه بعدد كبير من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، حتى طيران الميك قصف هذا المسجد. نتابع كما ترون هذا دمار اخوان يعني غير طبيعي. لماذا؟ الله أكبر والعزة لله. ماذا بقي أخرى لم يفعله هذا النظام؟ المساجد دمرت، المدارس دمرت، أحياء مدينة دير الزور دمرت على مرأى من العالم أجمع، ولا أحد يتكلم، ولا أحد يرى، ولا أحد يحس فينا. الله أكبر والعزة لله. إلى من نشتكي؟ ويتجدد القصف كل يوم على هذا المسجد وعلى حي الجبيلة بالذات. الحي مدمر بالكامل كما تسمعون أصوات القذائف الآن، ونحن نصور هذا المقطع. طبعاً كما ترون لم يتبقى شيء من هذا المسجد. كما ترون لم يتبقى شيء من هذا المسجد أبدا، دمار كامل. هنا أيضا يعني في الحقيقة لا أستطيع الكلام، أو نعجز عن الكلام عنه. إلى متى يا ترى هذا النظام سوف يقصف مساجدنا على مرأى من العالم والإسلام والعرب والعروبة؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم إسلام، أين أنتم؟ اليوم قصفت مساجدنا، ماذا بقي يا ترى؟ الشكوى لغير الله مذلة. ندعو الله أن ينصرنا ويعجل من نصرنا. كنا معكم من حي الجبيلة من مسجد الفردوس، أتمنى أن تكون وصلتكم الرسالة.